الله راح نديرو اون سالاد دو فروي بطريقه سهله وبنينه ان شاء الله راح تعجبكم. واش راح ندير؟ كميه تاع لي فريز، حبه تاع البنان، حبه تاع التفاح عفوا مقطع رقيقه، وحبه تاع البنان. وهنا عندي لي فون دو تارت اللي كنت درتهم من قبل تاع لي فريز، يعني كي يبقاو لي حبيبات انا نخدم بهم لي ديسير، لانه العجينه تجي بزاف بنينه. ولا ما عندكش تقدر ديري اي بسكويت طحنيه والسكر. طريقه سهله، نص حبه تاع القارص. دابا واش راح ندير؟ راح ندير الفواكه تاوعي كامل. هنا ديري الفواكه اللي حبيتي، ماكش مقيده بهذا المقادير. هنا ديري واش حبيتي. اذا واش راح ندير؟ راح نحصر عليهم شويه تاع القارص هكذا الفاكهه تاعنا تبقى بيضه ما تكحلناش، والسكر اختياري. انا هنا راح ندير زوج مغارف تاع السكر، راح تكفيني. واش راح ندير؟ نخلطهم مليح. وهنا كي تضعفي المقادير او تزيدي ديري، كل وحده الذوق تاعها. اذا هذه الفاكهه واش راح ندير لها؟ راح نغلق عليها لابواط كما رانا نشوفو. انا لا سالاد دو فروي تاعي ما ندير فيها حتى جو، لانه الفاكهه هي راح تطلق الجو تاعها. واش راح ندير؟ نغلق عليها لابواط ونحطها في الثلاجه حوالي ساعتين، ومن بعد نرجع لها باذن الله. يعني تقدروا تجهزوها مقبل وقت التقديم، يعني ديروا لا فينيسيون فقط وتقدموها. الان راح ندوزو الطريقه تاع التزيين تاع لا سالاد دو فروي تاعنا. ها هي لا سالاد دو فروي تاعي بعد ما جازو عليها ساعتين في الثلاجه. شوفوا كيفاش ولات، يعني هذيك الفاكهه طلقت لو جو تاعها، ها هي، وتولي شويه طريه وتولي بنينه، ها هي. وهنا عندي لا كريم شانتيي، طلعتها كاس بودره الشانتيي مع كاس حليب بارد طلعهم بالباتور. وهنا داك لو بسكوي اللي كنت طحنته. اذا واش راح ندير؟ اذا راح ندير اون كوش من تحت تاع لا كريم شانتيي بهذه الطريقه، ندير فوقهم شويه تاع لو بسكوي فوق لا كريم شانتيي. يعني نسيو كيفاش نديرو هكذا في الطبق باش يبانو لنا الطبقات بهذه الطريقه. اذا فوق لو بسكوي تاعنا راح ندير الفاكهه تاعنا، مع انه الفاكهه فيها هذاك لو جو هي راح تشمخ لنا هذاك لو بسكوي تاعنا كما رانا نشوفوا بهذه الطريقه. اذا راح نزيد عليهم شويه تاع لا كريم شانتيي، سيو كيفاش نديرو في الطرف باش يبانو في الكاس تاعنا. اذا راح نزيد شويه تاع لو بسكوي، طبقه تاع لو بسكوي. بهذه الطريقه فوق لو بسكوي راح نزيد الفاكهه، نخلطوها باش يتجانسوا كامل الالوان بهذه الطريقه كطبقه اخيره. ها هو لو ديسير تاعنا كما راكم تشوفوا، طبقات راهم باينين. اذا هنا واش راح ندير؟ راح نشبعها بشويه تاع لا كريم شانتيي من الفوق بهذه الطريقه، ونص حبه تاع لي فريز. اذا ها هو الديسير تاعنا. اذا ها هي لا سالاد دو فروي تاعي واجده كما راكم تشوفوا. شوفوا الطبقات تاع لا كريم شانتيي، البسكوي، الفاكهه. يعني ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه وتجربوها لانها تجي بزاف بنينه. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. تابعوني على صفحتي على الفيسبوك شيوات ام وليد، والى اللقاء باذن الله.